انا هفهم من الكلام اللي بيقوله استاذ سيف انه فرقه زي فرقه النادي الاهلي لما بيزيد حجم البطولات اللي بتعملها، بتروح تلعب كاس عالم للانديه وتاخد مركز ثالث، وتروح وتاخد بطوله كاس مصر، وتروح وتاخد بطوله دوري، وتروح وتاخد دوري ابطال افريقيا، ومع تفاعل الجماهير بتاعتها على السوشيال ميديا، وبالتالي يحصل نوع من الدخول الاكبر، الرعاه الاكبر، هو هنا بسبب المنافسات وصل للشكل ده، وبالتالي بقى عنده عدد رعاة اكتر. مظبوط كده انا بتكلم صح؟ بقى عنده براند فاليو، البراند فاليو بتاعه زي برشلونه، زي ريال مدريد، زي الزمالك، زي انديه كبيره، اسماعيلي، اتحاد، المصري، دي انديه ليها جماهير، ليها قاعده جماهيريه كبيره. اللي بيفرق بين نادي ونادي هل هو المركز الاول او المركز الثاني او المركز الثالث، لان السبونسر عايز دايما ياخد المركز الاول، الثاني، الثالث، عايز يبقى مع الاسم النادي، بتاعه محطوط مع الناس الكسبانه من الاخر، مع الناس الكسبانه، مع الناس اللي بتنافس، مع الناس اللي بتسافر بالبراند بتاعه بره. ما هو لما النادي الاهلي يطلع يلعب في افريقيا او في السعوديه او في اي او في الامارات، ما هو بيطلع بالبراندز اللي معاه، فبالتالي هو بياخد بيعمل ادفرتايزنج فاليو للبراند ده، مش بس في السوق المصري، مش بس في السوق المصري، فهو في السوق في بطولات كثيره. فهي الفكره كلها الرياضة بقت صناعة، بقت اندستري، بقت صناعة فيها وقت انك تجهز المنتج، فيها انك تسوق المنتج، انك تبيع المنتج، بقى ليها فاليو كاندستري. ما بقتش بس زمان، دلوقتي بقت خلاص، بقت من سعر اللعيبة لسعر الادفرتايزنج للسبونسرشيب للعب التانية اللي بتكسب كمان. ما انت عندك مش بس الكورة، في كورة، في هاندبول، في فولي، في لعب اخرى. كل دي كل ما تكبر القاعدة بتاعتك في الألعاب، كل ما الفاليو بتاع السبونسرشيب بتزيد. فالموضوع بقى اندستري، بقى صناعة، بقى صناعة مدروسة، وصناعة بنذاكرها وكل يوم بنذاكر فيها أكتر وأكتر، عشان نقدر نعلي كلها من أنا وسيف، إن احنا نعلي الفاليو بتاع صناعة الرياضة المصرية.